السودانيين كلهم منتظرين تغريدة من ترامب. والله ده ذل عظيم عظيم ما أغيته، الله أعلم يكون بعد في ذل تاني. شوف الحجارة ذاته، ولا فيديو ولا فيديو عشان ما يخسر حلقه فيكم، لأنه حلقه ده هندو غالي طبعا. تغريدة بس، وقد تكون كتب المرأة، قد تكون كتب الكديسة في البيت كتبتها، المهم تغريدة. كلنا منتظرين نرجف، ده ذل. عشان كده النبي قال حتى تراجعوا دينكم. والرجوع إلى الدين طبعا الناس بتكلم الرجوع إلى الدين، الرجوع بيفتكروا حاجة بعيدة، نرجع للدين. لا لا لا، الرجوع إلى الدين سهل، تصلي عقيدتك، ما تعتقد في أي ذل الله بس. اثنين، تأدي عباداتك، وإذا أنت مذنب عندك معاصي، لو قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، الله بيغفر لك، كله بيغفر لك. قولها مرة واحدة بإخلاص، كله بيغفر لك. ده صعب؟ ده الرجوع إلى الله. ما الرجوع إلى الله تركب مواصلات وتنتظر وتمشي، لا، الرجوع إلى الله بس نية وعمل. انت في سرك الله بيغفر لك. يا اخي رجل قتل 100 نفس، 100 نفس، 99 في الاول، قال وروني اعلم زول. جماعه ودوا لي واحد صوفي، قال لي عندي توبه، قال لي لا. طبعا دول المشددين، لا لا كيف؟ قال له لا لا، نجموا بقاهم 100 طوال، وده ذاته ما عنده فقه. وزول قال لك قتل 99 ده، قال الله ما بتوب. اذا اصلا ما في توبه ذاته، قال له انا ماشي اتغدى واجيك. زول كبرها، كيف ده؟ تقول لي ما في، ما بقتلك. قتلوا، ما ادري وين ساكت، قتلوا. مشى ودوا له واحد عالم، قال له عندي توبه، ذاك عالم، عالم بيقرا الكتاب والسنه، ما بيشرب له محايه، بيقرا الكتاب والسنه، ما بتاع بخرات وحجبات، كتاب وسنه. الكتاب الوقت ذاك في من كان قبلكم، يعني الدين النزل عليهم الصحيح من السماء، كتابهم. فقال له نعم، ومن يحول بينك وبينها. فمشى وتاب، الله جيب له، الله جيب له. حتى ما وصل البلد اللي قال لي امشي لها 2000 ناس صالحين، ما وصل. لكن لما كان نيته بس نيته خالصه وسعه، حتى لما مات في النص والملائكه دار يجلسوا للبلد الرحمه ولا بلد العذاب، وذلك بضوء ولا ذلك بضوء، ربنا قال للارض بتاعت الصالحين تقاربي والارض بتاعت الطالحين تباعدي. شوف ربنا ساعده كيف، لانه دار يرجع الى الله. امراه بغي من بغايا بني اسرائيل تاكل بالزنا، لقت كلب عطشان جنبير، قلعت الشبشب على جزمة ملت من البير، مسكت الكلب من هنا وشربته، فشكر الله لها وغفر لها. يبقى الرجوع إلى الله ده ما موضوع صعب يا جماعة. الناس إذا رجعت إلى الله، ما بنقول إن شاء الله، نقول والله إذا رجعوا إلى الله الآن لأصلح الله حالهم الآن، ولا يخلف الله الميعاد. ده الموضوع، الموضوع ما عند ترامب ولا عند فرنسا ولا عند غيره، الموضوع عند الله سبحانه وتعالى. الموضوع ما عند حاكم ولا تغيير حكومة ولا اعتصامات ولا مظاهرات بيجيب لكم الأكل والشراب، الرزق عند الله. قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون.